وهذا سائل يقول: هل جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى والركعة الثالثة في الصلاة سنة أم أنها للحاجة فقط؟ الراجح والذي عليه الجمهور أنها للحاجة، للثقيل في جسمه أو كبير السن إذا احتاج إليها يعملها، أما القوي فليست سنة في حقه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلها إلا لما ثقل عليه الصلاة والسلام واحتاج إليها، وقبل ما كان يجلس للاستراحة. نعم.